مشاهدينا، تتوالى في تركيا التصريحات وردود الأفعال الحزبية حول جولة الانتخابات الرئاسية الثانية المقررة قبل نهاية الشهر الجاري، والتي تعهد رئيس التركي المنتهي ولايته أردوغان بالانتصار فيها، بينما حذر كيليتشداروغلو مناصريه من اليأس وأقال مساعده لشؤون الإعلام. قال المرشح الحاصل على المرتبة الثالثة سينان أوغان إن دوره المحوري تمثل في منع أردوغان من إلقاء خطاب النصر. في مقابلة مع وكالة فرانس بريس، أفاد المرشح الخاسر في الانتخابات التركية بالجولة الأولى سينان أوغان أنه منفتح على الحوار مع كلا المرشحين. كما كشف أوغان أنه قد يدعو ناخبيه لدعم أردوغان في دورة الإعادة، لكن القرار سيتخذ بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشداروغلو بحسب تعبيره. كما أكد أوغان أنه يؤيد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض الإرهاب بجميع أشكاله على حد تعبيره. من إسطنبول ينضم إلينا الدكتور محمود علوش الباحث السياسي. دكتور محمود، مرحبا بك معنا. لا أدري إن قرأت تصريح نيوزويك بأن الدكتاتور لا يذهب إلى جولة ثانية، كفوا عن القول أن أردوغان دكتاتور، يعني تغيرت وجهة النظر الغربية وبدأ يعني يروج أن أردوغان هو الفائز في هذه الجولة. مساء الخير أستاذة آسيا ومشاهديك المحترمين. يعني أنا بتقديري أنه النتائج الانتخابات التركية عموماً حسمت سياسيا في 14 من مايو. استطاع أردوغان في 14 مايو أن يفوز بأكثرية في البرلمان، استطاع أيضا أن يتقدم بفارق يزيد عن 5 نقاط تقريبا أو يقل بقليل عن 5 نقاط عن مرشح المعارضة كمال كليتشداروغلو. وبالتالي هناك أمر وحيد أو حالة وحيدة ربما يستطيع فيها كمال كليتشداروغلو أن يفوز في جولة الإعادة، وهي معجزة ببساطة. لن يستطيع أن يحقق هذا الأمر، لأنه الرئيس رجب طيب أردوغان الآن يخوض أو يذهب إلى جولة الإعادة بمعنويات مرتفعة جدا، يحتاج أقل من 300,000 صوت. صحيح، يعني أقل من 1% من الأصوات، بينما كمال كليتشداروغلو سيحتاج يعني إلى 5% من الأصوات من أجل أن يتفوق على الرئيس أردوغان ويفوز في الانتخابات أو في جولة الإعادة. الأمر أنا أعتقد مستحيل. يعني هذا طبعا لا يمنع أن تحاول المعارضة وأن يحاول كمال كليتشداروغلو أن يحقق فوز ما أو يحاول أن يحقق فوز في جولة الإعادة، لكن أعتقد أنه انتهت الانتخابات. من الأكثر يأسا، جمهور أردوغان أم كليتشداروغلو في هذه الجولة برأيك؟ لا بالطبع، يعني جمهور المعارضة أصيب بإحباط كبير بسبب النتائج المخيبة للأمال التي حققتها المعارضة في الانتخابات. وحقيقة هي كانت نتائج صادمة، يعني أكثر المتشائمين في جمهور المعارضة وفي بين قادة المعارضة لم يكن يتوقع أن تكون هذه النتائج. كانت السيناريوهات الأقل تفاؤلا هو أنه لن يتمكن كليتشداروغلو من حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، لكنه على الأقل سيتقدم على أردوغان. وكان أيضا هذا السيناريو يفترض بأن المعارضة في كل الأحوال ستستطيع الفوز بأكثرية في مقاعد البرلمان الجديد، لا سيما هي وتحالف العمل والحرية بقيادة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. جانب أساسي من خيبة الأمل التي يشعر بها الناخب المؤيد للمعارضة صنعته المعارضة بنفسها، لأنها رفعت الرهانات بشكل كبير، هيئت الناخب في 14 مايو للتصويت وكأن المعارضة ستكون في اليوم التالي في السلطة، استطلاعات الرأي كانت مضللة إلى حد كبير. كل هذه الأمور ساهمت في الحقيقة في إحداث خيبة أمل. من الصعب جدا الآن على الناخب الذي يدعم المعارضة أن يذهب إلى صناديق الاقتراع في 28 مايو لديه معنويات مرتفعة. هل يعني وصلت فكرتك، لكن الآن محاولة تكريس أن المعارضة هي ضد ضحايا الزلزال، يعني هذا الموضوع محوري وأساسي، كيف يمكن أن يرتد على الشارع التركي؟ لأننا نلاحظ خطاب بعض رموز المعارضة وحتى مناصريهم من المشاهير وغيرهم يتحدثون بأن ضحايا الزلزال لا يستحقون الخير ولا يستحقون الحكومة الجيدة ولم يصوتوا للشخص المطلوب. يعني كيف يمكن أن يرتد هذا الأمر على الشارع وسيجلب المزيد من المؤيدين للطرف الآخر الذي هو أردوغان؟ بالتأكيد، نعم بالتأكيد، وهذا ينم عن يعني نوع من الغباء السياسي في تعاطي أو في ردة الفعل أو في إدارة رد الفعل
من ما حصل. هناك مسألة مهمة جدا، وهي حقيقة تفسر بإخفاق المعارضة في التعاطي مع كارثة الزلزال. كان الافتراض السائد أنه بعد الزلزال سيصاب أو ستؤدي غضبة أو انتقام لدى سكان المناطق المنكوبة على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بسبب الاستجابة الأولية الضعيفة للكارثة إلى خسارة كبيرة للأصوات أو للكتلة الداعمة للرئيس أردوغان في المناطق المنكوبة. جاءت الانتخابات صادمة بشكل كبير، يعني في المناطق المنكوبة حصل الرئيس أردوغان تقريبا على ما يقرب من 70% من الأصوات. جانب أساسي من هذه النتيجة التي كانت غير متوقعة على الأقل بالنسبة للمعارضة يرجع إلى إدارة أردوغان الجيدة للكارثة، تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال تقديم نفسه على أنه الوحيد القادر أن يقوم بعملية إعادة الإعمار. الناخب في المناطق المنكوبة حتى لو كان لا يؤيد أردوغان لكنه يريد أن يعود إلى بيته من جديد، يريد أن يرى منزله من جديد، لا يؤمن بأن المعارضة قادرة أن تفعل ما فعله أردوغان حتى لو يختلف مع أردوغان سياسيا. دكتور جانب محمود آخر يعود إلى أنا أعتذر جدا لضيق الوقت، كنا نود الاستفادة منك أكثر، أعذرني لم يتبقى لدينا إلا ثواني. شكرا محمود علوش الدكتور أو الباحث السياسي.